هالدرانط الراس وعياء حيت عندنا عضو اللي هو مهم بزاف اللي هو المخ ديالنا. المخ كيتغذى على جوج الاشياء، الاكسجين اللي واخا الانسان صايم راه كياخذو، والسكريات. دونك المخ كيعود عنده نقص السكريات، محد النهار هو كيطوال وكيعود، وهذاك كيتجلى في هذاك الدران ديال الراس. كيبدا الانسان كيحس براسو كيضرو، كيحس بمعدتو بحال باغي يتقيا حيت كيبدا السكر حتى هو كينخفض. هادو الاعراض. ولكن الانسان اللي تجنب هذه المسائل هو ما يتسناش شهر رمضان عاد يصوم. انسان يوجد راسو قبل من رمضان مره الى صام الاثنين والخميس راه مزيان، ما صامش قبل من رمضان يبدا يصوم مره باش تبدا تعود، ما يخليهاش حتى لهذاك النهار وعادي يصوم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.